انت عارفين ان البرين متغطي بثلاثة ليه؟ دبية ميتا، داركنويد ميتا، اند ديورا ميتا. الديورا ميتا ده هي الاوتر موست ليه. هذه الديورا ميتا ده هي ده لو هي دي الجوينت على السكالب. وإذا الانر اسبكت بتاع الجونو بالسكالب. هبص الاقي الديورا مقسومه الى جزئين. The part which aligns the bone ده بيسموه the endosteal layer. ودي عباره عن الاندوستيوم بتاع البون. دي الاندوستيال layer. اللير الثانيه اللي مغطيه البرين. هذه اللير الثانيه بيسموها المينينجيال layer. مينينجيال layer. أو الديورا ميتر بروبر، لأن هي ديت اللي بتبقى فايبرس تيشو وبتبقى طف وبتبقى سترونج فايبرس تيشو، ودي اللي مغطية البرين من الأوتر سايد. لكن الديورا بتبقى مقسومة جزئين، جزء البطن ده وجزء البطن ده. ما بين التو لايرز أوف ديورا تقع الديورال ساينسز، الديورال فينس ساينسز. ويقع ايضا الميدل مينينجيال فيسلز سواء كان الارتري او الفين، يقع ما بين التو لايرز اوف ديورا. تمام كده. الديورا ميتر اللي مغطيه البرين بتيجي داخله ما بين السناخ وما بين الفصوص بتاع البرين. يعني لو انا خدت كرونر سيكشن في البرين بتاعي هلاقي في فص يمين وفص شمال، صح؟ صح. ادي فص يمين اهو، ده رايت سيربرال هيمسفير، ده ليفت سيربرال هيمسفير. وهبص الاقي التو سيربرال هيمسفير كونكتد مع بعض بلاير من اللي هي مين؟ الكوربس كالوزا. ده كونكتد بوز سايز اوف ذا برين. والسيربر هيمسيوس تحت السيربر ده هلاقي السيربيلا. ده مقطع كده اوكرانيا. تمام. هبص الاقي اللير اوف ديورا اللير المغطيه ده البوم بتاع السكال، دي الاندوستيال لير اهيت مغطيه الانر اسبكت اوف ذا بون اوف ذا سكال، ودي كونتينيوس مع البروبوستيوم اللي مغطي البون من فوق عند السوتشر لاين. بص لهم الاثنين مع بعض كونتينوس مع بعض. هذه الليير من الديورا اللي هي الاندستيال لير ده هي داز نوت كفر سباينال كور، يعني تيجي عند الفورام الماجنم وستوب، لان هي عباره عن الاندستيال بتاع العظم. خلاص الفورام الماجنم هيطلع بره في الشارع وده الاندستيال بتاعها. فعشان كده الاوتر لير داز نوت كفر سباينال كور. الانر لير او المينجيال لير ات كفر ذا برين. اند ذن ات ميكس فولدز. ما بين التو سيربرال هيمسفير تيجي نازله عامله فولد على الكوربس كالوزا. وتيجي راجعه تاني مغطيه البرين. تيجي ما بين السيربرال والسيربرال تلاقي فيه فولد. تيجي داخله عامله انذر فولد. تيجي داخله لغايه توصل للفورم الماجنم. وابص الاقي الديورا بتعمل ديورال فولدز ما بين اجزاء البرين. هذه الديورال فولد مشهوره، اثنين مشهورين جدا اللي هم الفالكس سيربرال والتنتوريان سيربرال. الفالك سيربراي هي لير من الديورا ما بين التو سيربرال هيمسفير في الميديا لونجتود ما فيشر ما بين، شفتوا البرينر وشفتوا السيربرال هيمسفير والسيربرال هيمسفير وبينهم في فيشر. هي داخله الديورا وعندها الفالكس سيربراي عباره عن تو ليرز من الديورا. هذه التو ليرز من الديورا
لو بسط لهم وإيه اللي حصل؟ لو بسط لهم السايد الأول لو شلت سيبا اللي السيد شلتها هلاقيه بالظبط. ادي الفاركس او عباره عن سيكل شيب ده زي المنجل، ليه عباره عن تو لايرز من الديوره، في سيربرال هيمسفير هنا سيربرال هيمسفير الناحيه الثانيه والكوربس كالوزم في النص اهو، وده بريدج تو لاير من الكلمة ما بين التو سيربرال هيمسفير وينتهوا عند مين؟ عند الكوربس كالوزم ما يقدروش ينزلوا، عشان كده سيكل شيب ليه ايبكس اتاتشد للكريستا جلاري وليه بيز، هذه البيز عباره عن تو لايرز، هذه التو لايرز اللي مفرودين على السربيلا وعاملين لي التنتوريوم سربيلاي. فاهمين حاجه؟ ايوه. ادي السربيلا هيمسفير اهو، السربيلا هيمسفير اهو، وما بينهم الكوربس كالوزا. التو لايرز اللي نازلين من الديورا نازلين على في السبيس ما بين تو سيربرال هيمسفير حاجه الكوربس كالوزا، فيعملوا لها بريتشنج، فعشان كده لها ايبكس لقدام ولها بيز لورا ونايم على الكوربس كالوزا، والتو ليرز كونتينوس مع بعض على الكوربس كالوزا دي الفاركس سيربرال. كلام فاضي كلام فاضي، يعني ما ننساش الايه النوتون في الكلكام عندكم. وبعدين التو ليرز دولت نازلين اهو يونت مع بعضهم على الكوربس كالوزا ويجوا عند البيز بتاع ده، البيز ده يجوا فردين على وعاملين التنتوريوم سيربيلاي لانها كلها لير واحده زي البريتونيوم زي البلورا، بس بتتلخلف في ثنائي هنا ثانيه هنا ثانيه هنا يجي عامله فور، لكن ستيل كونتينوس لير. هبص الاقي في ثلاثه ساينسز ريتد لهذا البتاع، على الابر بوردر بتاعها لقيت الديستروبيلو سيتال ساينس، على اللور اللي هو بتاعها ده الانفيرو سيتال ساينس، هذه الانفيرو سيتال ساينس بتتحد مع الجريد سيربرال فين ويعملوا ستريت ساينس اللي هي ريتد للفيس. فهبص الاقي في ثلاثه ساينس ريتد لهذه الفالكس ديستروبيلو سيتال ساينس، ودي على الابر بوردر بتاعها، وبعدين ذا انفيريور ساجيتال ساينس على اللور بوردر بتاعها، وبعدين هنا هو الستريت ساينس ريتد للبين، هذه الستريت ساينس في اتحاد ذا انفيريور ساجيتال ساينس مع الجريد سريبرال بين مع الجريت سيربرال ايه؟ فين؟ انتوا فاهمين الكلام ده؟ ولا مش فاهمينه؟ فاهمينه ولا لا؟ ايوه فاهمين الساينسز دي؟ اللي ريتد للفاركس؟ اخر واحده اخر واحده الستريت ساينس، ما هو البيز تحت التو لايرز، هيجوا التو لايرز هيعملوا البيز ان هو واحده تروح يمين واحده تروح شمال، فما بينهم في ساينس، هذه الساينس باتحاد ذا انفيريور سيريتال ساينس مع الجريت سيريبرال فين يعملوا ستريت ساينس. فالفرق سيد لثلاثه بين الساينس سيبيرو سيريتال ساينس انفيريور سيريتال ساينس اند ستريت ساينس. لماذا انت تفكرين ومبتعثتهم كهذه؟ لا تبتعثن تظهر في كل حاجات في الحاجات هن ولكنهن ولكنهن والله ما تستاهلوا المصحف شوف قاعدة عينك ده هو وبتفكر تيجي مش مستاهلة والله العظيم، هتنجحي هتبقي زي الفل وهتعرفي تتصرفي وتجيبي تقدير كمان وتتخرج وتبقي دكتورة شاطرة وممتازة ورائع كله، بس هي ديفيكالت لازم تقابلوه، لازم واحد تاني up and down up and down up and down، لازم مرة فوق مرة تحت، لكن هتنجحوا بالتليفون والله كلهم نجح، وحتى اللي سقطوا فيهم والله العظيم اتعينوا معلمين في الكلية، أقسم لكم بالله العظيم
انا حكيت لكم انه اتصل كذا واحد. فده انجيكيت ان الدنيا مش نهايه السنه الثالثه ولا ابدا. هترجعوا بكره تشوفوا هتجيبوا تقريرات كويسه زي الفل، بس اصبروا اصبروا. والكابه هذه لا 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 تنفع، لازم ان تكون عندكم عزيمه وقوه واراده حتى النص. انتم ممتازين بصراحه وعناصر ممتازه، فلا تيأسوا، كلكم اقوياء جدا. والله يعني المصحف الشريف ما يستاهل والله، وبكره تعرفوا انكم كنت والله ما يستاهل ابدا. هتذاكروا وهتنجحوا وهتجيبوا تقديرات كويسه، بس صمموا على الايه؟ على اي حاجه. تمام كده؟ فالثلوث هيبدا ساينس، لو في الرسمه اللي هي هيبقى الثلوث هيبدا ساينس النهارده. على الابر بوردر بتاع البار، والانفيوس هيبدا ساينس على اللور بوردر بتاع الفالس. صح ولا لا؟ لا كروس سيكشن كده اهو. دي بالنسبه للفالس سيلبر، كلام فاضي. لو جيت للسنتوريوم سيلبر لاين، لو انا عندي ده البيس بتاع البرين اهو، بريس بتاع السكال، ديسر بتروزل، ديسر بتروزل، الفري بوردر، ديسر وينج والسونويد، ديسر وينج الانتيريور كولونيال بروسيس، ده البوستيريور كولونيال بروسيس، وده البتراس بار بتاع التمبرال بون، ده البتراس بار بتاع التمبرال بون، وادي الفرم الماجنا اهو، ده الفري بوردر وديسر مومنتم، ديسر وينج والسونويد، فري بوردر ليسر وينج، انتيريور كولونال بروسيس، بوستيريور كولونال بروسيس، ده البتراس بار بتاع التمبرال بون، بتراس بار بتاع التمبرال بون، ده الفورم الماجنم، وكلهم شفتوهم ده كله، صح؟ ايوه. هبص الاقي الفالكس. الفالكس جاي من الكريستا جلايد، الكريستا جلايد اللي قدام اهي. والسيربر هيمسفير هنا اهو، والسيربر هيمسفير هنا اهو، والفيشر ما بينهم. فالفاركس في النص اهو جاي سيكل شيب كده اهو، الايبكس وعلى الكوربس كالوزم والبيز بتاعه. البيز بتاع دوت يجي فارد على البوستيرو كرينيال فوسكا واتاتش ليها ويعمل لي تنتوريوم سيريبل لاين. تنتوريوم تنت يعني ايه؟ خيمه، مش خيبه، خيمه لا خيمه. فتنتوريوم يعني خيمه، خيمه على السيربيلا، عشان كده سموها تنتوريوم سيريبل لاين، يعني خيمه السيربيلا. فالتنتوريوم سيريبل لاين اتاتش للبوستيريو كولونيال بروسيس، اتاتش للابر بوردر وبترس بار بتاع التمبرال بون. هنا اهوت في جروف للترانسفير ساينس، وجروف للترانسفير ساينس الناحيه الثانيه، والابر بوردر وبترس بار بتاع التمبرال بون والبوستيريو كولونيال بروسيس، ومغطي المنطقه دي كلها. تحتها مين؟ السربيلا، صح ولا لا؟ وعباره عن تو لاير جين كده اهو، البيز بتاعهم اهو، يجي فارد البيز كده اهو، وعامل لي التنتوريوم سربيلاي. التنتوريوم سربيلاي ليه اتاتشد بار اللي هو ده، اتاتش البوستيريور كولونيال بروسيس، الابر بوردر بتاع التمبرال بون، الجروف ترانسفيرس شفتوه على العظمه. فاتاتش الجروب ده والجروب ده. ده الاتاتش بار، في جزء منه فري جاي من الانتيريو كولونيال بروسيس للانتيريو كولونيال بروسيس كده اهو، مش اتاتش لاي حاجه ثانيه. ده الفري بار. وعشان تفهموه بالمره مش تفرق حاجه. ادي التوتوريوم اهو. ده الفري بار ده اهو. اتاتش انتيريو كولونيال بروسيس، انتيريو كولونيال بروسيس، وده الفري بار ده اهو. الجزء الثاني اللي تحت ده اهو هيجي نازل كده اهو، ماسك في ده وعامل الثاني ده كله. هي عباره عن وان لاير برضه اهي. ده التنتوريوم اهو، ده الفري، فري عشان مش ماسك هنا في حاجه ثانيه.
بقيه التوتريوم ده يجي نازل كده اهوت وماسك في مين؟ في الانتريكو نورفورس السولابر فوردر بتاعتي يجي عامل لي اللير التانية وهي لير واحدة والله ما انتوا فاهمين حاجة تفهموا ازاي؟ ايوه هتكون فوق السيرفيلا ايه؟ هي هتكون فوق السيرفيلا فوق السيرفيلا بس عبارة عن تو لير انتريكو نو بروسيس انتريكو نو بروسيس ده فري بوردر اهو بقيت الديورا الجنال ده كده هو اتاتش البوستيريكو نو بروسيس للابر بوردر للثانيه دي والناحيه الثانيه دي اصبح في اتاتش بوردر اللي هو اللي تحت ده والفري بوردر اللي فوق ده لازم اجيب السجاده ولكن مش فاهمين حتى مع السجادة فأصبح فيه فري واتاتشد بوردر والاثنين بيكروس ايتش اذر عند الايبكس اوف ذا فيتروس بارت اوف ذا تيمبرال بول ده الاتاتش التحتيه اهو وده جاي كده وده الفري ده بيسموه تنتوريال نوتش اللي هو الفري ده اهو لانه عامل نوتش تنتوريال نوتش ليه؟ لان البرين السيربرال كورد السيربرال هنا هنا الميد برين لازم ينزل لتحت عشان يعمل سبينال كورد فالميد برين بيعدي من التنتوريال نوتش ده اهو المين؟ ايوه الفورم ماجنم اهو ما هو ده التنتوريال اهو لما ينزل الميد برين كده هو هينتهي بالمظلة والجداث الاسبانال كور طالع من الفورم الناجي عشان كده التوتوريا النص موجود عشان يدخل الميد برين ده فايدته عند سايد اوف كروس ما بين الفري والاتاتشد هنا اثنين كرينيال نير بيبيرس الديورا كرينيال نمره ثلاثه الاوكلوموتور نير وكرينيال نمره اربعه الايه التروكليار نير دي بيست ديورا عشان يروحوا الكافيرنا ساينس عشان يدخلوا في السوبير اوكتال فيشر عشان يوصلوا للارض صح ولا لا؟ صح. طيب ايه الساينسز الريتد للفنتوريوم سيربلاي؟ تعتقد في واحده قلناها الريتد دي تعرفوها؟ لو انتوا فاهمين حاجه ستريس ساينس صح لان البيز بتاع الثانيه بدايه الفرده دي وده البيس تحت فالستريس ساينس نايمه على الابر بوردر بتاع التنتوريوم فعشان كده الستريس ساينس ريليتد ايضا للتنتوريوم سيربلاي في ساينس ايضا على الابر بوردر بتاع الفيتروس بورد بار ده سوبيريور بتروزال ساينس سوبيريور بتروزال ساينس وفي ساينس على الجروب بتاع الترانسفيرس ساينس اللي هي ترانسفيرس ساينس رايت ترانسفيرس ساينس والليفت ترانسفيرس ساينس يبقى هذه الساينس دي اللي التنتوريوم سيربلاي سوبر بتروز الناحية دي سوبر بتروز الناحية التانية ترانسفير ساينس الناحية ترانسفير ساينس الناحية التانية وفي الميدل الناحية اللي هي الايه؟ اللي اسمها ايه؟ اللي الستري ساينس ده اللي احنا عايزينه بس من الفولس وشفتوهم انتوا على الجثة صح؟ شفتوا الفالس عامل زي سيكل شيب والتنتوريوم ممكن يتمسك الفالس ممكن يتمسك التنتوريوم لان في 10 عينات من العملي مشتركه مع الفسيولوجي. على فكره لازم تعرفوا ان احنا نزل 20 عينه عملي انا منهم 10 مشتركه مع الفسيولوجي. دي ما معناه ايه؟ همثل لكم عينه مثلا سوفير كوليتكس في البرين. Identify the point instruction superior colliculus. يجي بتاع الفسيولوجي سأل سؤال عن visual reflexes او اللي انتوا خدتوه في الفسيولوجي. همسك مثلا تنتوريوم سيربلاي يجي هو سائل سؤال انا just identification هو مثلا سألكم سؤال عن المنجايتس او المنجيز
خدتوش في السيولوجي المناخي؟ مش رح نكتبه. لا. خدتوش؟ يبقى هتاخدوه. هل تعتقدي ان انا في هذه السذاجه؟ هل تعتقدي انني لا ادري انكم في مازق وورطه كبرى؟ هل اعتقدتي انني لا ادري انهم سؤالين يحتاجون الى وقت كثير؟ لك ان تعتمدي على هذا؟ ولذلك سوف تقسم المشرحه الى جزئين، جزء فيها هذا الامتحان وتؤخذ عليه 2 minutes، والجزء الاخر فيه بقيه الاناتومي 10 وكل واحده 1 minute. ولا تخاف. ليه ما تكفي؟ ها؟ سؤالين في 10 عينات كل واحد فيهم سؤالين. وبعدين ال 10 التانيين جاست ايدنتيفيكيشن. ده اناتوم بيور اناتوم. يعني تلاقي لور ليمب، تلاقي هيدن نيك، تلاقي برين ايضا كمان جاست ايدنتيفيكيشن. لكن فيهم 10 مشتركين مع السودان. هو 20 فيسيولوجي و 20 اناتومي، فالدرجة عليها 20، الدرجة 20. هنشوف الريسبونس بتاعه، لو لقيناه كويس خير، ما لقيناش كويس نعمل فصل للقوات. نسوي اختبار تجربي. ايه؟ لازم تعودوا ان الامتحان هيحصل كده. حصلناكم كده، رضيتوا ولا امطرتوا برضه؟ فخلي بالكم انا هيحصل كده. فتعملوا حسابكم ان 10 عينات مشتركه مع الفسيولوجي. وال 10 عينات تانيين بيقول انا لا انتوا هتعرفوا دولت ولا هتعرفوا لا هتحلوهم كلهم ان شاء الله باذن الله. وهتاخدوا فول مارك ان شاء الله باذن الله فيه. وهتحلهم زي الفل بصراحه ما تقلقوش ابدا. بس تبقوا عاملين حسابكم يعني. طيب ده الديورا والاثنين فولد دول، ما في فولد الثانيه مش عايزينها. نيجي للديورا ساينسز. الديورا ساينسز عباره عن فينس ساينسز. فينس بلاد فيسل. هذا الفينس بلاد فيسل عباره عن اندوثيليوم اهو. اندوسيليا عارفين اندوسيليا؟ لايننج بلاد فيسل اللي هي الاولانيه. هذه كونتيننج فينس بلاد لكن سراوندد باي فايبرس تيشو. ذير از نو ماسل عشان ما اقدرش اقول فين ابدا لان ده عباره عن فايبرس تيشو. نو ماسل وده اندوسيليا. عشان كده ببص الاقي الديورا سانس سيك وول، لكن السيك مش عشان مصر، عشان فايبرس تيشو. هذه الفينا سانس ديت اللي موجوده في ما بين التو ليرز اوف ديورا، دايما موجودين ما بين التو ليرز اوف ديورا، ده مكانهم. وزي درين ذا برين. وبينتهوا كلهم في الانتنا جاكلر فين، هم اللي بيعملوا انتنا جاكلر فين. وما فيهمش فالز. فالفلس. وهذه الديورا سانس اللي موجوده في الديورا كوميونيكيت مع الفينز بتاعت الاي، مع الفينز بتاعت الاير، مع الفينز بتاعت السكال. عن طريق الميشري بين. ها؟ قولي انت عايز اقول. الفيس مكان فيه دينجرس اريا. ايه؟ الفيس. والفيس دينجرس اريا اوف ذا فيس. كفينا ساينس صح؟ ده كلام صح. فده تعريف الديورال ساينس. عباره عن الشانل، عباره عن اندوثيليوم بس، لكن حواليه فايبرس تيشو. موجود فين؟ موجود ما بين التو ليرز اوف ديورا. الفانكشن بتاعتهم ايه؟ ذا درين ذا برين. نهايتهم ايه؟ انتنا جاجلر بين، هم اللي عاملين انتنا جاجلر بين. وبيدرين البرين. كوميونيكيت كمان مع الاي، ومع الفيس، ومع الاير. مع السكالب عن طريق الميشري فين. هذه السانسز داز نوت كونتين فالف. عشان كده لو واحد مثلا كح كحه جامده ممكن البلاد اللي موجود في السانسز يطلع على البلاد اللي موجود في السكالب. بحيث ان التنفس لو ضغط البلاد جوه البرين ده
يطلع منه للسكال للسكان والعكس ده يدخل في ده وده يدخل في ده حسب البريشر جريدينت عشان كده ما فيش فالز. وانا فهمت حاجه فالز يعني ايه؟ يعني خليه مش اتجاه واحد صح اتجاه ايه بقى؟ على حسب الحاره على حسب طيب ده اللي ايه الفينا ناخد اول واحده فيهم اللي هي السوبيريوس انتر ساينس. السوبيريوس انتر ساينس دي ساينس موجوده على الابر بوردر اوف ذا فالكس ما بين التو ليرز اوف ديورا على الابر بوردر اوف ذا فالكس. هذه الساينس ابص هتبدا سمول وكل ما رجعت لورا تدخل 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 وعند الانتينر او سيبتر بروتيوبرنس الاقيها تتجه ناحيه الرايت وتعمل لي الرايت ترانسفير ساينس. الرايت ترانسفير ساينس دي السوبر سيتر ساينس بدايتها من قدام وقريت الابر بوردر بتاع الفارس ما بين التو ليرز اوف ديورا ات انكريز الباسس بوستيريورلي وهي بتعمل لي الرايت ترانسفير ساينس. مش كان هنا في ساينس؟ اهي. هنا هو رايت ترانسفير ساينس اهي. تيجي السوبر سيتا ساينس كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو لغايه الانتينال تيجي عامله الرايت ترانسفير ساينس. تمام؟ في مشكله فيها؟ تمام. هذه السوبر سيتا ساينس كوميونيكيت مع الفيز بتاعت السكان. نمرة واحد. نمرة اتنين. هبص الاقي الميديال سايد بتاع السريبرال هيمسفير ده هو بيدرين انتو ذا سوبيريور ساجيتال ساينس عن طريق فين. هذه الفين اسمها ذا سوبيريور سريبرال فين. هذه السريبرال فين بيدرين الميديال سايد of the cerebral hemisphere وتوديه عن طريق مين؟ للسوبيريور سيتال ساينس. عشان كده هذه الفين بتخترق مين؟ الديورا. لازم تخترق الديورا عشان توصل للساينس. تمام. لو انا عندي البرين اهو ده هيمسير وهيمسير وما بينهم الكوربس كالوزا والفالكس ما بينهم. الفالكس ما بينهم. متخيلينها؟ طيب لو انا جيت عندي كده اهوت وجيت خبط خبطه جامده على مقدمه الراس خبطه جامده وجيت لزميلتك خبطت خبطه جامده بس من الباب وبعدين جيت لزميلتك جيت خبطت خبطه جامده من الجنب تمام كده متخيلين المنظر؟ طيب لو انا خبطتك من قدام كده اهوت هل البرين هيتحرك ولا مش هيتحرك؟ ولو انا خبطت من الجنب البرين هيتحرك ولا مش هيتحرك؟ هيتحرك هيتحرك في انهي حته؟ ورا وقدام انهي واحده؟ ورا وقدام يعني لما اضرب من هنا او من هنا؟ ورا وقدام ايوه انا لما اضرب من فرونت لو ترومو تو ذا فرونت او ترومو تو ذا اوكس صح؟ طب لو ضربت من الجنب لا عشان الديورا مسكته عشان ايه؟ الديورا مسكته الفالكس سيريبراي عامل زي الجدار ما بين التو سيريبرال هيمسفير لو انا خبطته من الجنب البرين كانوت موف لان في جدار في النص لكن لو انا خبطته من قدام البرين كان موف انتروبوستيريور بارل لمين للجدار فعشان كده لو في تروما للهيد تو ذا فرام او تروما تو ذا اوكسليت ذا برين ويل موف انتروبوستيريو دايركشن لكن تروما تو ذا سايد ذا برين ويل نوت موف عشان كده لما يحصل السايد تروما دهيت كل المومنتم عزم التروما بيقع على العظمه لان البرين مش البرين مش هيتحرك عشان ياخد جزء من التروما لا فمعظمها عشان يحصل فراكشر في منطقه التيريو ويحصل انجري للميدل مننجل بس التحتي لكن التروما اللي هنا اهو البرين والموف لو هو موف كده اهوت
هبص الاقي الفينز اللي هي بتبقى طالعه خرمه ديوره بعيد ديوره جامده فتيجي الفينز مقطوعه ويحصل النزيف تحت الديوره العام ويعمل لي سب ديوره الايه؟ فالسب ديوره الهيموري لازم اعرف ان هذا السب ديوره فينوس الاوريجن نمره واحد فينوس نمرة اثنين لازم اعرف ان الفيسلز اللي هتتدمر ذا سوبيريور سيريبرال فين لازم اعرف نمرة ثلاثة التروما اللي هي تعمل لي المشكلة دي تروما either to the front or to the back of the head عشان هذه التروما هتخلي البرين موف انتروبوستيريور دايركشن مع الموفمنت ده هي والفيسلز اللي هي صغيره وغلبانه وتتخينه هيحصل شيرنج لان تتحرك كده فتتقطع السوبيريور سريبرال فينز ده ايه؟ لما تتقطع هتعمل لي سب ديورال هيمور او سب ديورال هيماتوما بين لا تحت الديوره سب ديورال سب ديورال تحت الديوره اهي الديوره اهي تحتها اهي ما بين الديورا والاراكنويد في السب ديورال سبيس وهو انت متخيل المنظر مش في ديورا تحتها اراكنويد ما بين الديورا والاراكنويد سب ديورال سبيس لكن اللي بره ده هو ده الاكسترا ديورال سبيس لان بره الديورا لكن ده السب ديورال سبيس تحت الديورا السبديورال هيماتوما يوجوالي داز نوت ريتش ا لارج سايز ليه بقى؟ لان الفين سين وول وانس الهيماتوما هتتكون هتيجي ضغط على الفين دهوت افلام بالبريشر وذلك الهيماتوما داز نوت ريتش ا هيوج سايز يوجوالي ويوجوالي بتاخد كرونيك ويوجوالي باست ان نوتس يعني واحد بيلعب كرة ويجي خابط الايه؟ الكرة براسه ويكمل الماتش كويس جدا وبعد كده يقعد فترة يجيله شوية صداع ويروحوا شوية صداع ويروحوا يلاقي الصداع بيتكرر ما بيروحش الصداع ومزمن فالدكتور يقول له تعمل لك أشعة يعني مش عارف سب ديورال هيماتوما يقول لك أنا لعبت كرة وخبطتها براسي يفتكر بقى الاسم طيب فين هيروح؟ مش هيروح هيتجمع هيتجمع في سب دورال سبيس واحيانا يعمل سيس سيس يعني كيس كيس دموي ويحصل حواليه فايبروزس ويتكون كيس يتجمع هذا الكيس فاهم حاجه؟ السب دورال هيماتوما از نوت سيريس اكسبت لو حصل فيه برين دامج مع التروما أو لو بقت أكيوت يعني أبص ألاقي أكيوت أو كل شوية تنزل كل شوية ناس العيان مثلا يكح يعطس ألاقي الفيسل تتفتح تاني وتعمل لي نزيف مستمر فتكبر اللارج سايز أند كان كومبريس ذا برين يبقى السيريس لو هي أكيوت أونلي أو لو حصل معاها دامج تو ذا برين تيشو لكن يوجوالي اتس نوت سيريس كونديشن And usually fast and notice. And the main complaint of the patient headache. And usually after trauma, either to the front or to the back of the head. وسواء كانت acute or chronic, it needs to refine operation. تعرفين ترفاين؟ ترفاين يعني تربنة. بدي عامل عملية تربنة. ادي السكال اهي، سكال اهي، هيجي عامل اربع تخرام الشنيون عارف وجايب منشار مصر دي مصر دي مصر دي مصر دي وشايل دي هتبان الديوره تحتها تيجي شايل الديوره تطلع الدم يغسله ويحط محلول ملح وايه ويغطي السكالب بقى تاني وخلاص والبون ده هتتكون تاني.
بيسموها الايه؟ البير هولز. بير هولز مش شنيور، او بيسموها تريفاين. تريفاين يعني عمليه تربانه. وبير هول، بير هولز انا بعمل اخرام الاول وبعدين بالمنشار، منشار انشر العظمه واطلعها وادخل على الايه؟ على الجلد. تمام. دي السابديورال هيموريج. طيب بقيه السايتس اللي موجوده عندي، عندي الانفيروسيتر ساينس اهي. هذه الانفيروسيتر ساينس دي موجوده عند ما بين التو لايرز اوف ديورا على الكوربس كالوزا مباشره. موجوده في الانفيريور بوردر بتاع السوسيتر الباكس سيربرال، وتيجي عند البيس تحت مع فين جريس سيربرال فين وتعمل لي ستريس ساينر، والستريس ساينر تيجي عامله لي ليفت ترانسفيرس ساينر. الستريس ساينر دهيت هي اللي هتعمل لي ليفت ترانسفيرس ساينر. يبقى عندي السوبر سنتر ساينس هتعمل لي الرايت ترانسفير ساينس، والستريت ساينس ده هي هتعمل لي الليفت ترانسفير ساينس. ده الفرق سيربراي والثلاثه ساينس ريليتد ليه. طيب الترانسفير ساينس ده هي دي موجوده في جروف الاوكسيبيتال بون، الرايت ده هي معموله بالسوبر سنتر ساينس، وتيجي ده تيجي عاملاه لي السيجمويد ساينس. سيجمويد ساينس واخده حرف سيجما وتخينه قوي، حفره البون واللي تنتهي في الفورامن في الجاجلر فورامن، وتنتهي تعمل لي الانتانا جاجلر بين، والانتانا جاجلر بين اللي نازل في النايه دي السيجمويد ساينس. والسيجمويد ساينس ده ريليتد للاير، عشان كده الاير انفكشن لما ناخد الاير هقول لك ان ديت ورق الانترا. مش عارفين انترم دلوقتي هو فين، لكن هو ورا ورا الاير ايه. عشان كده الانفلاميشن اوف ذا اير او انفلاميشن للماستوي بروسيس ماستويدايتس او اوتايتس ميديا كان انفكت السيجمون ساينس، ويعمل سيجمون ساينس ثرومبوزيس، او في فين بوستيريور روكرار فين عن طريق الميشن فين واصل لهذه السيجمويد ساينر. فلو حصل انفلاميشن في البار بتاعت السكال بهايند الاير كان ترانسميتد ثرو ماستويد للماستويد اير سيل ومنها للكافيرنا للسيجمويد ساينر. هنعمل لما ناخد الاير للدال، لان السيجمويد ساينر انفكشن ده امبورتنت على فكره بيحصل في المويد ساينر. السيجمويد ساينس تنتهي في الايه؟ انتانا جاكلر. في انذر ساينس، في واحده ريليتد للابر بوردر اوف ذا بيتروس بارت اوف ذا تيمبرال بون اسمها السوبيريور بتروزر ساينس. هذه السوبيريور بتروزر ساينس تنتهي في ترانسفير ساينس. سوبيريور بتروزر ساينس. زي ما في سوبيريور في انفيريور بتروزر ساينس. هذه الانفيريور بتروزر ساينس عامله جروف وتنتهي في جاجلر فرام، وتيجي داخله فيه وتنتهي في الانتينا جاجلر بين لكن بره السكال. الانفيريور بتروزر ساينس. اللي ريليتد للتنتوريوم السوبيريور بتروزر ساينس، سوبيريور بتروزر ساينس، ترانسفير ساينس، ترانسفير ساينس، ستريت ساينس. لكن الانفيريور مش هيت اللي هي خالص، مش هيت التنتوريا. لكن انا بعدهم بس في سوبيريور بتروزا ساينس، في انفيريور بتروزا ساينس. السوبيريور داخله في الترانسفير ساينس. الانفيريور تدخل في جاجلر فريم وتنتهي في الانترنا جاجلر فين اوت سايد ذا سكال اوت سايد ذا كرينيان كافيتي اوت سايد ذا كرينيان كافيتي. فاهمين حاجه؟ طيب
دي ستايلز ارتفاع لها او ارتفاع والديورم ارتفاع لها او ان انا اعرف فالكس والدلتوريوم واعرف الساينس اللي بتدي الفالكس والساينس اللي بتدي الدلتوريوم واعرف الساينس دي اللي بيكونها ونهايتها فين وتروح فين وهي اللي بتعمل ايه وهي اللي بتعمل ايه. خدنا كبرنا الثالث سنة ثانية خدناها بالتفصيل صح؟ وخدنا الجزئين بتاعتها ومكانها وكبرنا الثالث رمبول شرحناها صح؟ ولا ما شرحناهوش؟ شرح فالكبرنا الثالث ديت مهمة حتى برضو في سنة ثالثة النهاردة بس ما اعرفش اعرف الكونتنت اللي فيها والثرومبوزس اللي فيها يمكن من الفيس عن طريقين في طريق دايركت وفي طريق اندايركت والثرومبوز ده تعمل لي توتال ابسايلوبليزيا وده كله لازم اللي احنا خدناه كله. طيب احنا خدنا الاكسترا ديورال هيموج في سنه ثانيه. انا عندي الايه الاكزيلري ارت المكزيلري ارت هذا المكزيلري ارت ده هو انتوا عارفين اللاترال تيركويد ماسل اللاترال تيركويد ماسل في الانفرا تمبرال فوسا بيتقسموا لثلاث اجزاء الجزء الاولاني ده هو بتاعه هو اللي بيدي الميدل مينجال ارت هذا الميدل مينجال ارت ده يبقى برانش اوف ذا فيرست بار اوف The maxillary artery, branch of the teres, part of maxillary artery. You see, هذا الانترتمبرال فوسا ويجي داخل في الفورامن سباينوزا. فورامن سباينوزا. لو شفت البيز اوف ذا سكال ادي البيز اوف ذا سكال اهو لسارونكو كوسينوين لسارونكو كوسينوين انتيل كولونيل بروسيس انتيل كولونيل بروسيس بوستيل كولونيل بروسيس بوستيل كولونيل بروسيس في التراسبات اوف ذا تمبرال بون في التراسبات اوف ذا تمبرال بون اند فورامين ماجنا وهنا هو في الميدل كرينيال في الميدل كرينيال فوسا هلا في فورم هنا هو فورم الروتاندم وراه هنا هو فورم الاوفر كده اهو فورم الاوفال وراه فورم صغير ده الفورم السباينوزا اللي شفتوهم فبيطلع من فورم السباينوزا اللي هو وبعد ما يطلع من فورم السباينوزا يمشي يعمل جروفي للبون ويتقسم لانتيريو ديفيجن وبوستيريو ديفيجن الانتير ديفيجن ده هي اللي ريليتد للتيريو اللي بره عشان كده it is the commonest ديفيجن اللي يحصل لها رابشر ودامج وهي المسؤوله اساسا عن الاكسترا دورال هيموريج وبعدين نهايتها انتوا خدتوا الكورتكس صح؟ خدتوا السيربرال كورتكس؟ وخدتوا السنترال ثالكس وقدامه البري سنترال جايروس ده الموتور اريا البري سنترال جايروس الموتور اريا اريا 4 اللي بتكنترول نص الجسم الناحيه الثانيه الجسم بريزنتد ابسايد داون ابص الاقي الانتيريور برانش ده هو بينتهي هذا الانتيريور برانش على بلل للموتور اريا او بري سنترال دايرس ده الانتيريور ديفيجن ده بيراعي على الموتور اريا عشان كده نمرة واحد الانتيريور ديفيجن ده هو الريتد للتيريو
يبقى اتنين. لو حصل تروما تو ذا سايد وحصل فراكشر للتيرو وحصل تير، اللي هيحصل له تير الانتيرو ديفيجن اوف ذا ميدل مينجال ارت. ولو حصل